فضيلة الشيخ، يقول السائل: إنني أخرج للنزهة كل يوم خميس وجمعة، بحيث أنني أتجاوز 300 كيلو متر، وذلك بغرض الصيد، ولمدة 3 شهور متتالية في السنة، والأماكن التي أتواجد بها ليس بها جمعة، فهل ينطبق علي ما ورد في الحديث من الوعيد لمن ترك الجمعة 3 مرات متتالية؟ نعم، هو إذا كان الأمر كما ذكر، يخرج مثل يوم الخميس ويبقى يومين هناك، فهو مسافر لا شك، والمسافر ليس عليه جمعة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك 3 جمع تهاونا طبع الله على قلبه. فإذا كان هذا يخرج للنزهة في هذا الأيام تهاونا بالجمعة، حق عليه هذا الوعيد إلا أن يعفو الله عنه. وأما إذا كان يخرج لغرض صحيح للصيد فلا حرج عليه، ولا يعد هذا تارك الجمعة تهاونا، لأن الجمعة لا تجب عليه في حال السفر. ولكن يبقى أن نقول: هل له رخصة في أن يخرج للصيد مع منع الحكومة من ذلك؟ الجواب: لا، ما دام المنع باقيا فإنه لا يحل له مخالفة الحكومة، ولا يجوز أن يصطاد. لكن إذا كان في الوقت الذي يرخص فيه بالصيد، هذا لا بأس، كما سمعت في الجواب. نعم.